السلام عليكم كويدات، كي دايرين؟ بخير ولا لاباس عليكم؟ الصحيحه بخير، الشعوده كيف نهاركم؟ بخير وعلى خير الحمد لله. بسم الله على بركه الله. اليوم عشرت معكم حريره، نطيبوا حريره مع بعضياتنا. هنا عندي مطيشه راني سلقتها، طيبتها وخليتها باش تبرد وعاد غنطحنها. هنا الكركوت راني ديجا درت العضومه طابو، درت واحد جوج عضومه طابو، وغندير البصله باش ندير اليوم ان شاء الله الحرير على العضومه. ندير هنا الربيع كراكس وقزبر معدنوس، حطهم في الحشوه، هذاك الشيء علاش جمعتهم. هنا عندي تقريبا نص كاس ديال العدس، ما نديرش العدس بزاف، راني غسلته وحطه في المشويه. هنا عندي الحمص، هو عندي كاسونس، هما هادو عرفتي هادو كاسنيت داك العظام ملي سلقتهم حلو ليا الكركوز، عرفتي لا ندير العطريه، ندير العطريه. العطريه كنديري سكنجبير، انا العطريه كنديرها بحال هكا، ندير شوية التحميرة تعطيني اللون. كني ما تيبغيش مدة قليلة التحميرة كتقطع على غير الفلفلة، شوية البزار، خرقو معاق، تو تيجي زوين. تندير واحد الشوية ديال القرفة، اليوم غير ما عنديش العواد، لما تندير العود كيعطي المذاق وما كيعطيش داك اللون ديال اللون ديال المذاق ديال القرفة زوين، ولكن داك اللون ديالها كيدير سميتو، مكيخليش اللون ديال الحريرة الحقيقي. ندير الملح، الملح درا شوية، تذكرت أنني شتلت له العظام درت ليها شوية الملح. هي هادي الحريرة ديالي، غنزيدها الما طايب، ملي درت الما طاب باش غتصفر ونطفي عليها باش ندورها، على حقاش عندو مطاب الحمص والعدس راكم عارفين مكيشفتوش طير، بالأخص ملي كيكون الحمص مفسر، أنا متيعجبنيش الحمص هكا بسميتو ديالو باش نفسرو. أنا رد الكوكوت تصفر، وجدت مطيشة ودقيق، وغندير ليها شوية الشعيرية، كاين اللي كيدير الشعيرية ومحمصة، أنا غندير الشعيرية الرقيقة، شتي علاش خليت مطيشة باش باش تبرد، على قبل باش نحيد ليها هاد الجلدة، هاد الجلدة تجي شوية، تجي شوية باينة، يا إما خصك تطحنها مزيان وتصفيها، يا إما دير ليها هاد الخدمة هادي، هاد الخدمة أنا كتجيني مختصرة في نفس الوقت، تبقى تقلب عوطاني الصفاية تصفيها، وكخصك ملي تطحنها تطحنها وتزيد فيها الما، هاد الخدمة تجي شوية مختصرة. أنا مطيشة راه عندي مطيشة الحب، هاديك الشيء اللي جزرت هادو ونيت بصراحة راهم كبار. مديوش على خصكم شويه هاديك ما توقفش ليا الماس، توقف ليا الماس ديال السلجوق، هادي ما غنديرهاش دابا، ما غاديش نديرها دابا، ما غنديرهاش في البلاستيكة، الربيع كيما شفتو ما درتوش، ما بقيتوش نديرو بعدا من هاد الميكا. هذه ما كنتش ما كنتش في الثلاجة،
ديال التاي خلي غير فحال اخويا ملي تنبغي نصب الطاجين ولا شي حاجه كنستعملو. اما ديال الحرير كنقطعو كنقطعو في هذه كنطحنو في الهشوار كنديرو في الفريغو راه يلا صايبتو داكشي علاش كان معايا طري. ندير شويه ديال القزبور معدنوس مع هاد الطماطيشه باش تعطي البنه ندير غير شويه هي هادي الطماطيشه ودرت معاها شويه د الربيع كنخليها غير هنا على حسب كل مرة كنبغي نخشى هاد الحلقة هادي الماطيشة لي درتها مع شوية د الربيع كنزيد فيها العشق ديال الماطيشة خلاص من شفت تكون كبر من هذه انا رسلت كفرنا بس دي هنخلص ديك نخلص ديك ماتي شعر هي يكون احتياجي عمي احسن في خاصية وهي نزل فتحة نزل شوية سمن أصلا ما طريقة عندي جاري فيه شوفوا في الدار وفي الخدامة ليا مرونة
يلا نخليكم طبطب الحريه ونوريكم الشكل النهائي ديالها. هانتوما حبابي الكوكوت ديالي طابت، غنزيد الماء طاي نزيد الماء طايب اللي غندور بها الحريره مصحيتش انا ماشي خليته طاب لدرجه الغليان على حسب الدقيق باش ما يتجمعش ليا. غندير مطيشه بسم الله غير بشويه لحقاش كان عليا ندير عاد ندير الماء غير سير واحد الروايح. شوف شوف درت العظم واحد الروايح طالع مقولش لكم نزيد عليها مطيشه هاد المطيشة كندير ليها بحال هكا كنطيبها بوحدها باش ما ديرنيش باش ما تعطينيش ديك الحموضية ديالها. كنبدا على مع هاد المطيشة مع فيها مطيشة فيها شديت شوف شوف هاد الكوكوت واخا صغيرة عزيز عليا على حقها صغيرة كطيب ماشي بحال الاخرين. واحد الريحة واحد الريحة ما شكيتكم فيها. انا زدت الشعيرية نخليها دابا يطلع فيها الغليان شوية وندير الدقيق وندير هذا الدقيق هذا تقريبا كاس وباش ندور كبيداتي. هذه هي الحريره ديالنا شكيت تبارك الله ما شاء الله كتشهي ما شهيتكم كل واحد خير في دارو. هي هذه تبارك الله ما شاء الله حيدت ديك العظمه بعد ما طابت الحريره حيدتهم ونزلتهم في كاسرونه وديك الدقيق اللي شفتو معايا ما رفداتوش كامل درت تقريبا غير نص بحكم فيها الشعيريه وفيها الحمص مفسخ يعني هي براسها خاطره. يلا باي باي عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله بحول الله وراني تنبغيكم وتنحمق عليكم الله يحفظكم ليا يا ربي. ليجيم 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 احبابي ليجيم ليجيم اللي تفرج يدير جيم وفيها بس ديروا جيم وديروا تفعيل الجرس وديروا ابوني شاركوا مع خاتكم والله يحفظكم ليا يا ربي وكنتمنى لكم كل خير وكل سعاده في دياركم والله يحفظكم ليا يا ربي امين وباي باي لكم.